معانا السيدة أم محمد من الأليوبية. ايوه تفضلي يا فندم. أم طيب. محمد. ايوه تفضلي يا فندم. انا معلش سيدة أم محمد، بس يعني أتمنى على حضرتك إن حضرتك تخيري مكانك عشان واضح إن الشبكة فيها مشكلة. طب كده حضرتك، هو الصوت بيقطع بس. حضرتك سامعني كده؟ أنا سامع حضرتك كده، اتفضلي. كنت صايمة في رمضان، فالتليفون معايا في المطبخ شادا، أنا بحسب التلفزيون جدا، فأنا فطرت على أذان التليفون، فخرجت لقيت الأذان لسه هيبدا في التلفزيون. هل صيامي صحيح ولا عوضي؟ أنتِ ظنيتي إن المغرب ماله؟ ظنيتي إن المغرب خرج. جدا. ظنيتي إن المغرب جدا. طب أنتِ بعد ما خرجتي كملتي أكلك ولا خلاص أمسكتي؟ لا أنا شربت عصير في المطبخ على أذان التليفون. خلاص وبعدين خرجتي لقيتي الأذان لسه ما ادانش. لقيتي لسه يا دوب هيقول الله أكبر. خلاص أنتِ ما تعوضيش اليوم ده وصيامك صحيح. طب ماشي يا شيخ، نعم. عشان أنا خايفة لا يكون كده صيامي مش صحيح. لا هو جاوبت على حضرتك. مش على الأذان التلفزيون. ما أنا جاوبت على حضرتك عشان دوت أصلا ألحقناه. هو مسألة خلافية، وإلا ألحقناه بماذا؟ بمن شرب أو أكل ناسيا. خلاص؟ طب